ننتظر المعدات من كركوك الرئيسية طبعا على مود اقتحام البير، وجاءت نعمل بحيرة، بحيرة مال هذه مال البير حتى نقوم بإطفاء البير، لأن هذا يحتاج مي كمية كبيرة، طبعا أملاح وحب قطن وسمنت حتى اقتحام البير، يعني البير مضروب من الشجرة، فالشجرة إذا ما تقلع ما نقدر نقتحم البير إلا نقلع الشجرة حتى نحط الخازوق ونضرب عليه أملاح ومي حتى ينزل ضغط البير، وينزل بعده نضرب السمنت والبير يلغي. هذه العملية ايش قد راح تاخذ وقت؟ العملية حسب المعدات، إذا جتنا المعدات 10 أيام 15 يوم احتمال يعني البير ينتهي. زين شنو هي حاجاتكم الضرورية حاليا حتى لأنه يطفى هذه الآبار؟ البم، أهم شيء البم مال دفع الضغط، لأن ضغط البم أقوى من ضغط البير. حتى يدفع النفط إلى أسفل الأرض. أنت لاحظت مدى خطورة هذا الدخان واقتربنا منه كثير ومدى خطورته على البشر، يعني أنت من خلال ما تقربت إلى الدخان حسيت بدوران صح ونوزي يصير عندك، فهذا حسب ما افتهمنا من المسؤول قال إذا أطفأنا النار سيولد غاز، غاز الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون، فهي كلها لها مضار صحية على البشر. واحنا نتامل انه ينطفئ هذا البير اليوم قبل غد، لان طالت هاي الشغله مال البير، وهاي راح تخلف لنا مساوئ كثيره على الصحه البشريه. زين شلون عايشين هذول الناس هنا بالقرب من هذا البير؟ والله اللي بالقرب من هذا البير اغلب الناس تركت منازلها وتحولت الى غير منازل، لان ما يستطيع العيش في هذا المكان، يعني صعب جدا ان تسكن هذا المكان. والله احنا تحولنا من بيوتنا، دخن بنوبة، يعني ما تقدر لا تتنفس، وكلها اطفال، يعني عندنا اطفال هسه احنا قاعدين بغير مكانات من ذي تشجيع على مود الدخن، نريد نرجع على بيوتنا بس شنو نتنا البير تايت، يعني عفنا بيوتنا. هسه هذه الجالدة حق عليها كلها تقعد، هسه حتى بعد احنا شايلين بعد يعني لعدة السوق هم تقعد تدخن، بنص الليل ينزل الدخن ما تقدر، وهسه احنا جايين يعني مقبلين على شتية، هو بالشتاء ينزل على الرطوبة ينزل ويا القاع يقوم يمشي الدخن، بس صيف يصعد. هسه احنا مقبلين على الشتاء، عندك اليوم برد الجو نزلت الدخن، ما تشوف كل شيء لا بليل ولا بنهار، عباك بالليل قلنا ما عدنا نعرف الليل من النهار، وهذا دحين انت شوفها صار شهر وثلاث ايام يشتغلون. انتوا الاطفال ليش هنا قريبة من هذا الدخان؟ وين بيتكم؟ بيتنا قاعدة. شلون مع هذا الدخان؟ شلون يعني؟ ايه عند وحنا. ايه؟ معك. ايه. شلون مقضية مع هذا الدخان؟ مضوجكم؟ ايه وخنقنا. ايه؟ وين نقدر حتى لنا. ايه وين بيتكم انت؟ هذاك. وشون يعني تريدون انه هذا ينطفي ولا يريد يطفي؟ يريد يطفي. اي ليش تجون هنا قريب منه؟ ها ليش تجون هنا قريب من الدخان السوري؟ احنا نريد نرجع يعني. ها نريد نرجع. ايش نريد باسرع وقت يطفي، لان بالليل احنا نطلع ما نضل ببيوتنا، ينزل بالليل يخنق العالم فتطلع. نريد باسرع وقت يعني يطفونه. والله يعني الناس السعين دحق عليها كلها تاركه بيوتها، بلش بأسرع وقت يطفونه إن شاء الله. أنت صاير وجهك أسود من الدخان. ايه؟ ليش تجينا قريبة من الدخان؟ بيتكم قريب منا؟ يما المستشفى. ايه؟ يوميا تطلع على الشكل يصير ملابسك دخان؟ مضوجكم هذا الدخان؟ تقدرون تلعبون قريب منه؟ لا يعني هسه ما تطلعون من البيت على مود الدخان مو؟ تريدون يطفوا سريع؟ قولوا لهم يلعب يطفون. أريد يطفون على السريع لأن ما جدنا من بيوتنا، من ينزل ما نقدر حتى من بيت فوق السطح.